ازيكم؟ كنت معاكم قناه عبد الجيك، عامل وحشتني جدا. في الفيديو بتاع النهارده طبعا متصور من كان غريب، لسه مغير، لسه مخلص تمرين. نازلين دلوقتي باذن الله العروض النهارده هتعجبكم، عروض جامده جدا جدا جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا كل فيديوهاتنا اللي جايه باذن الله، عشان هيبقى في فيديوهات ضرب نار. اول حاجه في العروض بتاعت النهارده دوت دكر بوكسر، ما شاء الله عنده سنه ونص، دكر مستواه وشكله كويس بنسبه كبيره. مطلوب فيه 2000 جنيه. طبعا سعر البوكسر لما يكون كلب شكله سليم ب 2000 جنيه، فده سعر ممتاز جدا جدا على الكلب دوت. في صور من انتاجه برضو حاجة ما شاء الله، يعني انت كمان واخد دكر مستوى كويس وفي نفس الوقت ضمان ان هو بينتج. المكان الجيزة. لو انت من غاويين ومحبين تربية كلاب البوكسر يبقى انت لازم تشوف الدكر ده، لانه فعلا هيكون صفقة كويسة جدا، لان دكر ب 2000 جنيه و باين ان هو في ضمان في الانتاج بتاعه، فدي حاجه كويسه جدا. انت تاخد كلب على طول مش هتضيع وقت معاه لسه بقى هتدربه لسه والشغل كتير، لا انت تاخده على طول ايه على الشغل على طول، بنحس ايه لو انت عايزه للانتاج هيخش معاك في سكه الانتاج على طول. زي ما قلت لك هو مطلوب فيه 2000 جنيه. لونه الفون اللي هو اللون البني مش البرند اللي هو معروف عند الناس كلها. فانت لو عاوز الدكر البوكسر دوت يبقى انت عليك وعلى الدكر ده، علشان بجد بجد هيفرق معاك جدا وسعره ممتاز جدا جدا. لمحبين الدوتش شيبرد او المالينو الدوتش دوت، جرو لسه عمر 2.5 شهر، ما شاء الله مستوى عجبني جدا، الله اكبر، ربنا يبارك لصاحب النصيب فيه. الجرو ده من طعم بالشهاده، سعره على الخاص، ده صاحبه قال كده، حاجه ما شاء الله ما شاء الله تقايل، حاجه تشرف. الدوتش من الكلاب اللي انا بحبها جدا جدا جدا، نفس صفات او بنسبه كبيره نفس صفاتها المشتركه بينها وبين المالينو، بس الاختلاف في اللون وبعض الصفات خفيفه جدا لا تذكر. ده الاب حاجه ما شاء الله تقيله جدا. بعد كده معانا لمحبين المالينو دوت دكر الجواز فقط، دكر مالينو من الدكوره التقيله للجواز فقط، مستواه ما شاء الله. اللون أغلبية ألوانه دارك، زي ما أغلبية الناس بتحب ألوان المالينو بتحبها باللون ده، علشان أنا اعتقاد يعني إنه بيبقى شبه البلدي أو حاجة زي كده. فأنت لو معاك نتاية مالينو مستواها كويس وحابب تحسن الإنتاج كلم صاحب الدكر ده، حاجة ما شاء الله تقيلة تقيلة تقيلة. ورقم صاحب الدكر طالع على الشاشة، الدكر هيجيب لك جراوي مفحمة حرفيا. فربنا يبارك لصاحب النتاية اللي هيكون صاحب الحظ ان هو يجوز من الدكر ده. بعد كده معانا ده دكر سانت برنارد، ما شاء الله اول مرة اعرضه عند القناة، حاجة تقيلة حرفيا ما شاء الله. عنده 2.5 سنين مستواه تحفة. الدكر متجوز قبل كده، المكان البحيرة، مطلوب فيه 7000 جنيه. الدكر مطلوب فيه 7000 جنيه. سانت برنارد من اجمد واحلى الكلاب في تربيتها. لو انت عاوز كلب هادي، لو انت عايش لوحدك او قاعد في بيت كبير، الكلب ده بيكون هادي جدا، ولما بيحب اللعب بيبقى ليه وقت معين بيبتدي يفرهد فيه وبعد كده بيقضي راحه وقعده. فكلب ممتاز جدا، محبوب جدا جدا مع الاطفال، هو اصلا في الاساس كلب انقاذ، فحاجه ما شاء الله. انا بحب السانت برنارد جدا اصلا، لانه فعلا كلب ضخم. لو انت تحب الكلب الضخمه وشكله هيبه وكلب هادي وبيحب اللعب جدا، فمميزات كتير قوي وليه ناس معينه، ما ينفعش واحد يكون رياضي بيحب المالينو والدوبرمان يروح يجيب ده. فانت لو عاوزه كلم صاحبه ب 7000 جنيه. بعد كده معانا ده عروض كده بتاعت النهارده عادي، يعني ماشيه على السريع. دكر وينتايتين جيرمان، حاجه ما شاء الله، 50 يوم جراوي، باين على وشها انها وش الله اكبر مفحم، حاجه محترمه. ودانها طبعا ودانها معمول لها دعامه، عشان برضو في ناس هتكون فاكره ان ودان الجراوي ديت واقفه، لا هما مربوطين معمولون دعامه علشان الودن توقف. الجراوي باين عليها كويسه، بس برضو في السن ده ما بيبانش قوي، فانت لازم ان انت تكلمه من حيث ان هما تشوف الاهالي بتاعت الجراوي دي، لان في الجيرمان بالذات لازم تشوف الجراوي مع نفس الشخص. في نتايه روتوايلر 48 يوم رقم صاحبها اللي هو طالع على الشاشه، هو والجراوي الجيرمان مع بعض، نتايه روتوايلر كويسه جدا. فانت لو حابب النتايه الروتوايلر تقدر تكلمه، حابب دكر
من الجيرمان ممكن تكلمه، حابب نتايه من النتايات ممكن تكلمه، فدي حاجه محترمه ما شاء الله. الجراو الجيرمان عمرها 50 يوم، ونتايه الروتوايلر عمرها 48 يوم، حاجه الله اكبر محترمه وحاجه تحترم حرفيا. سعرهم خاص، ممكن تكلم سعرهم هيكلمك في ثواني على طول، حاجه كويسه ما شاء الله. بعد كده معانا دوت دكر بيكنوا، الناس اللي خاويين البيكنوا، ده دكر بيكنوا 9 شهور، لعبي جدا ما شاء الله. مطلوب فيه كام؟ مطلوب فيه 1300 جنيه. ايوه مطلوب فيه 1300 جنيه. جارو بيكنوا 9 شهور، لسه صغير جدا، شعره او لونه ذهبي جميل او الله اكبر، ربنا بارك لصاحب النصيب. مطلوب فيه 1300 جنيه. فالناس تقول ده كلاب زينة، البيكنوا بالذات بيكون اسعاره غالية شوية. بعد كده نخش على التقايل، ده دكر بولي من اتقل الكلاب البولي اللي انت ممكن تشوفها، ده للجواز فقط ما شاء الله. طبعا مدارة مقصوصة، صدر عريض، جمجمة ضخمة، كلب قصير، حاجة الله اكبر عليه، للجواز فقط. موجود في عين شمس، مقابل جراوي او مادي، على بس على حسب جراوي، على حسب مستوى النتاية، حاجة ما شاء الله جميل اوي الله اكبر، ربنا بارك لصاحبه فيه، عشان فعلا قرب كلب تقيل وهينتج اكيد اكيد على الشكل ده، اكيد هيجيب انتاج محترم. فانت لو معاك نتايه بولي جاهزه للجواز ممكن تكلمه، تشوف الدنيا هيبقى ماشيه ازاي او فيها ايه. زي ما قلت لك المكان عين شمس، الكلب يعني مش محتاج وصف كتير، تقيل تقيل حرفيا. فبس كده، فانت لو حابب تجوز من الدكر ده يبقى انت رقم صاحب الكلب طالع على الشاشه قدامك. بعد كده معانا دي نتايه جولدن مستوى حلو، دي بكام؟ من عروض النهارده دي ب 600 جنيه. والله نتايه جولدن، جولدن ب في شبرا الخيمه، رقم صاحبها طالع على الشاشه. بعد كده ده دكر جولدن 1 سنة و4 شهور، بالطعم ما شاء الله كلب كويس، مطلوب فيه 1500 جنيه. في فصال بسيط مش قوي يعني، بس الفصال ده موجود للقناه بس. المكان الزقازيق، ممكن الكلب يخلص على 1200 بدل 1500. كلب كويس جدا، الرخصه بتاعته بس صاحبه مش هيبيعه بالرخصه علشان دي مسؤوليه كبيره. زي ما قلت لك الكلب موجود في الزقازيق، فانت لو عاوز الدكر ده وكلب فيه حراسه بيحرس مكانه، ده على كلام صاحبه ما شاء الله كلب كويس، لونه ذهبي، حاجه جميله، 1 سنة و4 شهور، مطعم ومطلوب فيه 1500 جنيه، وفي فصال، المكان الزقازيق. ودكر جولدن ما شاء الله برضو من الكلاب الكويسة اللي انت لو حابب تربي جولدن ممكن تبدأ بالدكر ده بالذات. الجولدن بيبقى فيه سنة حراسة، بيبقى شكله وكلب جميل قوي، ان هو بيدافع ساعات عن صاحبه، ودي حاجة بحبها جدا في الكلاب لما بتكون موجودة بالذات في الجولدن، لان الجولدن بيكون كلب محبوب وكلب جميل يعني. فانت لو عاوز الدكر دوت تقدر ان انت تكلم صاحبه وتتواصل معاه في اي وقت. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو بتاعت العروض بتاعت النهارده عجبتكم كلها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان عايزين العيله بتاعتنا تكبر على قد ما نقدر. وبس كده، اكتبوا لي في الكومنتات لو عاوزين اي حاجه، وباذن الله العروض اللي جايه هتكون اشد كل مره من المره اللي قبلها. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.